قال له قول الرسالة لأورشليم بعد ما كنت وقلت التاريخ كله وكل المعاملات اللي حصلت بينهم. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم اجعل وجهك نحو أورشليم وتكلم على المقادس. نعم، اللي عايز يقوم يقدر يقوم، مفيش حاجة، بس خلص الإصحاح ده. اللي متضايق فعلا يقوم، مفيش حاجة. وتنبأ على أرض إسرائيل وقل لأرض إسرائيل: هكذا قال الرب، فأنذ عليك واستل سيفي من غمده فأقطع منك الصديق والشرير. ليه أنا بقرا الإصحاح ده؟ عشان أوصل للآية دي: أقطع منك الصديق والإيه؟ والشرير. طب إيه بقى يا رب هتقطع الصديق والشرير؟ فكروا في السؤال ده. احنا مش قلنا ان في بقية تقية؟ بس خدوا بالكم ان حزقيال بالرغم من ان هو من البقية التقية، لكن هذا لم يمنعه من انه يسبى الى ايه؟ الى بابل. بس حتى وهو في بابل اتمتع بحضور ايه؟ ربنا. الصديق قد يناله ضربة مع الشرير او يتحط مع الشرير. ليه؟ فكروا فيه وهنواجهها بالليل. من حيث اني اقطع منك الصديق والشرير، فلذلك يخرج سيفي من غمده على كل بشر من الجنوب الى الشمال، فيعلم كل بشر اني انا الرب سللت سيفي من غمده لا يرجع ايضا. اما انت يا ابن ادم فتمهد بانكسار الحقوين وبمرارة تتمهد أمام عيونهم. تمهد، التمهد ده قلنا باستمرار إشارة للإيه؟ توبة، توبة من أجل نفسه ومن أجل الناس اللي إيه؟ حواليه. قال له كده: لما تشوف الشر وما أنتش قادر تعمل حاجة يا ابن آدم، ولما تشوف الخطية موجودة تمهد. التمهد ده مجرد يعني نفس كده الإنسان بياخده وبيطلعه، لكن هذه التنهدات او هذه الانات لها وقع كبير قوي عند ربنا. ويكون اذ قالوا لك على ما تتنهد انك تقول على الخبر، لانه قد جاء فيذوب كل قلب وترتخي كل الايدي وتيأس كل روح وكل الركب تصير كالماء، ها هي آتية وتكون، يقول السيد الرب. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم تنبأ وقل هكذا قال الرب، قل سيف سيف حدد وصقل أيضا، قد حدد ليذبح ذبحا، قد صقل لكي يبرق، فهل نبتهج؟ عصا ابني تزدري بكل عود، وقد أعطاه ليصقل لكي يمسك بالكف، هذا السيف قد حدد وهو مصقول لكي يسلم ليد القاتل. اصرخ وولول يا ابن آدم، لأنه يكون على شعبي وعلى كل رؤساء إسرائيل أهوال بسبب السيف، تكون على شعبي، لذلك صفق على فخذك لأنه امتحان. وماذا إن لم تكن أيضا العصا المزدرية، يقول السيد الرب. فتنبأ أنت يا ابن آدم وصفق كفا على كفا، وليعد السيف ثالثة، هو سيف القتل، سيف القتل العظيم المحيط بهم لذوبان القلب وتكثير المهالك، لذلك جعلت على كل الأبواب سيفا متقلبا. قد جعل براقا هو مصقول للذبح. انضم من تصبت شمل حيثما توجه حدك، وأنا أيضا أصفق كفي على كفي وأسكن غضبي، أنا الرب تكلمت. وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم عين لنفسك طريقين لمجيء سيف ملك بابل، من أرض واحدة تخرج الاثنان، واصنع صوة على رأس طريق المدينة اصنعها. عين طريقا ليأتي السيف على ربة بني عمون وعلى يهوذا في أورشليم المنيعة. في الوقت ده كان قدام نبوخذ نصر قرار من قرارين، ونبوخذ نصر كان ابتدى ينشئ المملكة بتاعته، فكان قدامه ياخد قرار من اتنين: اما يتجه ناحية مملكة يهوذا فياخدها، او يتجه ناحية مملكة بني عمون فياخدها.
هيحارب مين الاول؟ فربنا هم كان الوضع السياسي ده كان معروف، فربنا راح قال للحسقيا روح قول لهم بلغهم الخبر ده. هياخد انهي قرار؟ لان ملك بابل قد وقف على ام الطريق او على راس الطريق، على راس الطريقين ليعرف عرافه. ملك بابل استعان بالعرافه بتاعته بالترافيم وبالتنجيم بتاعه. ثقل السهام، كان من ضمن عمليه اللي بيعرفوا فيها ان هو بيضرب السهم بطريقه معينه، فيشوف السهم يتجه في انهي ناحيه فيعرف ان هو يمشي في الطريق ده او في الطريق ده، يعني على حسب ما السهم بيتوجه. ثقل السهام، سأل بالترافيم، ترافيم التماثيل بتاعته، نظر الى الكبد. الحاجات دي لحد دلوقتي موجوده على فكره، عارفين نظر الى الكبد، يجيبوا جبد الحيوان كده ويرموه ويشوفوا الفص الشمال متجه انهي ناحيه، كبد بالظبط بيبقى شكله كده، ليه طرف مدبب كده رفيع من هنا، وعلى نظرته للكبد يقولوا اه الارواح العليا بتقول لنا اتجهوا في الطريق ده. طبعا كلام فاضي، لكن هم دي عادات وثنيه زي اللي بيقروا الكف والحاجات ده هي. لكن شوفوا ربنا هيستغل النقطه دي. عن يمينه كانت العرافة على أورشليم لوضع المجانق لفتح الفم في القتلى ولرفع الصوت بالهتاف، لوضع المجانق على الأبواب لإقامة مدرسة لبناء برج، وتكون لهم مثل عرافة كاذبة في عيونهم، الحالفين لهم حلفا لكنه يذكر الاسم حتى يؤخذوا. هتفتكر خطيتهم وهيذكر خطيتهم في هذا الوقت عشان يتعاقبوا عليه. لذلك هكذا قال السيد الرب، من اجل انكم ذكرتم باثمكم عند انكشاف معاصيكم لاظهار خطاياكم في جميع اعمالكم، فمن تذكيركم تأخذون باليد. وانت ايها النجس الشرير رئيس اسرائيل، بيتكلم بقى عن صدق يعني، الذي قد جاء يومه في زمان اثم النهاية، هكذا قال السيد الرب، انزع العمامة وارفع التاج، ملكش مجد بعد كده، هذه لا تلك، ارفع الوضيع وضع الرفيع، منقلبا 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 اجعله، هذا ايضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه اياه. خدوا بالكم الآية دي نبوة عن المسيح، ان من بعد صدق الملك ما فيش ملك جلس على اسرائيل ولا على وعلى يهوذا ابدا. بعد السبي الاولاني حتى لما رجعوا ما كانش في ملك، حتى بعد ثوره المكابين ما كانش في ملك، ولما عملوا ملك كان هيرودس، وهيرودس ده ما كانش من اليهود، ده كان ايه؟ ادومي من نسل ايه؟ عيسو. ما حدش جلس على كرسي داوود بعد صدق حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه. مين هو اللي ليه الحكم؟ السيد المسيح، واستلمه. عشان كده ملك الملوك رب الأرباب جه هو كملك ليهوذا كابن داود، فقال لهم انه هيبتدي، لا مملكة الشمال اتدمرت دلوقتي ما فيش ليها وجود، لان كان اشور هدت المملكة الايه الشمالية بقالها 100 سنة متدمرة، مفيش بقى، استمرت على طول متدمرة ما اتجمعتش تاني، اللي اتجمعت مملكة يهوذا. فقال له ان نبوخذ نصر انا هحط روح في العرافة بتاعته وهخليه يتجه اولا الى ايه؟ الى يهوذا، والسيف بتاعه يتحرك اولا ناحية يهوذا، لان ده وقت تأديبي ليهم. وبعدين قال له بقى لما عرف كده ولقى يعني ان حزقيال اتنبأ ان يهوذا هي اللي هتسلم الاول ليد ملك بابل، قال له بس برضك الحق بني عمون عشان ما يفتكروش يعني ان هم ابر من التانيين، هو هيخلص على يهوذا وايه ويجي لكم. وانت يا ابن ادم فتنبأ وقل هكذا قال السيد الرب في بني عمون وفي تعييرهم، طفل سيف سيف مسلول للذبح مصقول للغايه للبريق،
إذ يرون لك باطلا إذ يعرفون لك كذبا يجعلوك على أعناق القفل الأشرار الذي جاء يومهم في زمان إثم النهاية. فهل أعيده إلى غمده؟ إذا كان السيف ده مخصص للناس الأشرار هرجعه من غير ما يشتغل؟ ألا في الموضع الذي خلقت فيه في مولدك أحاكمك وأسكب عليك غضبي وأنفخ عليك بنار غيظي وأسلمك ليد رجال متحرقين ماهرين للإهلاك تكونين أكلة للنار دمك يكون في وسط الأرض لا تذكرين لأني أنا الرب تكلمت. فلهم بعد كده هيروح يأدبكم. وبعد كده حتى ملك بابل نفسه يسلم للإيه؟ للتأديب، لأن قداسة الله تقتضي إن ما يكونش فيه شر وهو يسيبه. عدالة الله تقتضي بإنه ما يكونش فيه شر وهو يسيبه.